ممارس محترف في مجال التمويل المغناطيسي على الصعيد العالم العربي. تابعوا الفيديو الى الاخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم. انا المدرب والمعالج المحترف في مجال التمويل المغناطيسي ازيد من 7 سنوات. حاليا سنتكلم عن من هم الاشخاص الاوائل الذين مارسوا التمويل المغناطيسي في العالم العربي. فمن هم اول اشخاص مارسوا مجال التمويل المغناطيسي؟ اي شخص في العالم العربي يقول انا اول ممارس محترف في العالم العربي، اول شخص من احترف مجال التمويل المغناطيسي. فدائما نتكلم بالإحصائيات ونتكلم بالأدلة والبراهين. أنا لن أقول حاليا أنا أول ممارس محترف في مجال التمويل المغناطيسي، وكذلك أشخاص آخرين. فكيف سنتكلم وما هي البراهين التي سنعطيها؟ فيوجد على حسب بحثي أنا شخصيا على اليوتيوب الأوائل أو الأشخاص الأوائل الذين كانوا يمارسون التمويل المغناطيسي، مع الدليل التالي الذي هو التاريخ الذي تم رفع فيديوهاتهم على اليوتيوب. لم يقل لي شخص كنت أمارس التمويل قبل 20 سنة ولكن لم أرفع فيديوهات على اليوتيوب، لا، نريد دليل ثابت، الدليل موجود على فيديوهات اليوتيوب. فالأوائل كانوا يرفعون فيديوهات على اليوتيوب، فمن هم الأوائل؟ فالأول أول شخص كان هو نهاد رجب. نهاد رجب هو أول من يمارس التمويل. أنا لا أتكلم عن الاحتراف، أنا لا أتكلم عن الاحتراف، أنا أتكلم فقط من مارس التمويل المغناطيسي، ومن تكلم عن التمويل المغناطيسي، ومن كان يعرف التمويل المغناطيسي. فمن هو نهاد رجب؟ نهاد رجب هو ممارس التمويل المغناطيسي، وكذلك يمارس مجال التنمية الذاتية العقلية والبرمجة اللغوية العصبية وهكذا. فالفيديوهات التي رفعها على اليوتيوب كانت قبل 10 سنوات. نهاد رجب عمل فيديوهات على التمويل المغناطيسي وتكلم عن التمويل المغناطيسي قبل 10 سنوات. هذا يدل على ان نهاد رجب كان من الاوائل الذين تكلموا عن التمويل المغناطيسي وكانوا يعرفون شيء اسمه التمويل المغناطيسي. فمن هو بعد نهاد رجب؟ بعد نهاد رجب كان وليد ميسيلي. وليد ميسيلي هكذا اظن اسمه، مايند هاكر، حاليا سمى اسمه مايند هاكر. فثاني شخص هو وليد، أي هو جزائري. الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب الخاصة به تقريبا قبل 8 سنوات، قبل 8 سنوات بعد رفع الفيديوهات الخاصة بالتمويل المغناطيسي. من هو بعد وليد؟ أنا شخصيا أنا رفعت الفيديوهات الخاصة بي قبل 8 سنوات، أوكي؟ ولكن اللحظة التي أنا بدأت أدرس التمويل المغناطيسي وجدت وليد رفع فيديوهات، لأنني أنا عندما كنت مبتدئ شاهدت فيديوهات وليد على اليوتيوب، ولكن كنت دائما أقول أحتاج أن أكون أفضل ومحترف أكثر من وليد ومن نهاد رجب. فهذه كانت فكرتي وهدفي الذي كنت أريد الوصول إليه في مجال التمويل المغناطيسي. فالأول كان نهاد رجب 10 سنوات، وليد 8 سنوات، أحمد هندية 8 سنوات، ولكن لقد حذفت الفيديوهات القديمة الخاصة ب8 سنوات وتركت فقط الفيديو الخاص ب7 سنوات، لأنني حذفت الفيديوهات القديمة جدا كانت تم تصويرها بهواتف عادية وغير واضحة أبدا وقمت بحذفها، ولكن الفيديو الظاهر على قناتي فيه 7 سنوات، وهي من أخطر وأروع تجربة موجودة في العالم في مجال التمويل المغناطيسي، هو الفيديو الخاص بي الذي رفعته قبل 7 سنوات. هنا سنتكلم من هم الأشخاص المحترفين في مجال التمويل المغناطيسي؟ هل هو نهاد رجب أم وليد أم أنا؟ أنتم ستحكمون من هم الأشخاص المحترفون. إذا شاهدنا نهاد رجب في الفيديوهات الخاصة به في مجال التمويل المغناطيسي سنجد بأنه لا يستعمل قدرات خارقة في مجال التمويل، لا يبرمج عقل الناس، لا يتحكم بعقله الباطن، لا يعمل عروض ترفيهية ليثبت لنا احترافه في مجال التمويل المغناطيسي. فنهاد رجب هو فقط يعمل إيحاءات للاسترخاء وهكذا، لا نرى عنده قدرات خارقة في مجال التمويل المغناطيسي، وأتمنى نهاد رجب أن أراه في فيديوهات استعراض لمجال التمويل المغناطيسي.
فهنا لا أقول على أن نهاد محترف جدا في مجال التجربة المغناطيسي، ولكن عنده أقدمية وشعبية كبيرة جدا في التجربة المغناطيسي، وعنده معلومات كثيرة حول التجربة المغناطيسي، ولكن التطبيقي لن أقول أنا محترف أو غير محترف، ولكن اكتبوا لنا نشوف في التعليق. وليد هو شخص يمارس التجربة المغناطيسي بشكل كبير، وأنا أراه إنسان محترف وإنسان جيد وممتاز، ولكن ليس بتلك القمة الكبيرة. لماذا؟ لأننا لا نرى فيديوهات استعراضية خاصة به في مجال التجربة المغناطيسي مثلنا نحن شخصين، ومثل مثلا ياسر رايز الآخر، ومثل ممارسين آخرين. فهو ممارس محترف ومارس التنويم من زمان طويل، ولكن هل هو محترف جدا بمعنى الكلمة؟ لا نرى فيديوهات استعراضية له من التجربة المغناطيسي. فأنتم احكموا على وليد واكتبوا لنا في التعليق هل وليد يستحق أن يكون من كبار ممارسة التجربة المغناطيسي. أنا شخصيا أمارس فيديوهات استعراضية بشكل كبير جدا، والأدلة موجودة على اليوتيوب. كذلك في نفس الوقت رفعت فيديوهات كثيرة جدا، تقريبا أزيد من 8 سنوات وأنا أرفع دائما فيديوهات حول التجربة المغناطيسي، أي أنا تخصصي بشكل كبير جدا فقط حول التجربة المغناطيسي. نهاد رجب فيديوهاته ليست متخصصة في التجربة المغناطيسي، وليد فيديوهاته غير موجود عنده فيديوهات كبيرة تدل على أن الشخص مهتم بمجال التجربة المغناطيسي، ولكن أحمد هندي أنا شخصيا عندي الكثير من الفيديوهات، أزيد من 7 سنوات و 8 سنوات ونحن نرفع فيديوهات تقريبا بشكل أسبوعي وبشكل شهري، دائما نرفع فيديوهات حول التنويم المغناطيسي والمجالات التي تتعلق بالتنويم المغناطيسي. دربنا الكثير من الأشخاص واحترفوا على يدنا وعملنا جلسات علاجية آخر. فأنا لا أقول أنا المحترف وأنا كذا وكذا، ولكن أنتم من ستكتبوا من هو المحترف في نظركم؟ هل هو نهاد رجب؟ هل هو وليد مسيري؟ هل أنا شخصيا أحمد هندية؟ أما إذا كنت تريد أن تحترف مثل المصدر أحمد هندية وتصبح ممارس محترف جدا في مجال التجربة المغناطيسي، أو تقوم بجلسة علاجية في مجال التجربة المغناطيسي، يمكنك التواصل معنا، فأعطينا ما هو رأيك في التعليق.